قال يكره إفراد رجب بالصوم، يعني يخص تخصيص رجب دون سائر الشهور يكره. لماذا؟ لأنه اشتهر عند أهل البدع ما يسمونه بالرجبية، وهم يعتقدون فضلا خاصا في صوم شهر رجب، لذا قالوا يكره حتى لا يتشبه بهؤلاء المبتدعة الذين يخصون شهر رجب بأحاديث ضعيفة وموضوعة بصومه، حتى لا يتشبه بهم ويكثر سوادهم. قالوا يكره صوم رجب، تخصيص رجب، لأنه لم يرد فيه تخصيص.